دي قصة طبعا معروفة مشهورة جدا جدا جدا. عايز اقول لك، انا ممكن مثلا اخش سوبر ماركت اشتري حاجة، فانا يعني حد يسألني انت بتلعب ايه، اقول له مثلا جودو، يقول لي طب تعرف كابتن محمد علي شوان ده مرضيش يهزم اليابان عشان كان مصاب في رجله، مرضيش يجي على رجله يضربه في رجله عشان ما يكسبش الميدالية، يقول لك يعني اخلاق رياضية، فبالتالي مشهور جدا بين الناس اللي بتلعب رياضة وغير اللي بتلعب رياضة كله عارفه. تفرق معانا المعسكرات الدولية في كل العالم بيتجمع، يعني انت ممكن تروح معسكر تلاقي كل اللي في ميزانك اللي من كل دولة جاي بيعسكر، فانت هتلعب معاه مرة واثنين وثلاثة في المعسكر في خلال المعسكر، فبالتالي على الأقل لو هو يعني ماتش جامد فانت بالتالي تحاول ان انت تركز معاه، تعرف طريقة لعبه ازاي، تعرف هتعمل معاه ازاي نقطة ضعف، وتحاول توصل لحل معاه اللي هو بحيث ان انت يبقى عندك حل ليه لو اتقابلت معاه في المنافسة. الصراحة طبعا نادي وادي دجلة وفر لي حاجات كتير جدا، وفر لي معسكرات خارجية كتير، كنت بطلع المعسكرات اللي انا محتاجها اللي انا عايز اطلعها، السفريات ما قصروش معانا في اي حاجة، الدعم المادي الصراحة من النادي، كل ده الصراحة جاء علينا في فايدة كويسة جدا، وان شاء الله كده نرفع كده ان شاء الله ايه بميدالية اولمبية كده ان شاء الله في الاولمبياد. صراحة الوزارة حاليا الدكتور اشرف صبحي طبعا موفر لكل الرياضيين طبعا كل الدعم المادي، كل الدعم المعنوي، كل حاجة هم بيطلبوها الصراحة متوفرة جدا. حوار ان كل يجيب سبونسرات بالكمية دي لكل اللعيبة، حوار ان تتأهل اكبر بعثة في تاريخ مصر في الاولمبياد، دي حاجة طبعا طفرة كبيرة. الصراحة مش متأخر معنا في اي حاجة. طبعا كورونا دي رقم واحد، قعدتنا طبعا فترة كبيرة طبعا في البيت، ما كناش عارفين نعمل ايه، ولا التمرين طبعا كان في البيت طبعا مستواك نازل، ما فيش منافسة، ما فيش ماتشات، ما فيش الكلام ده كله. تاني حاجة الإصابات طبعا، لا قدر الله بتجيلك إصابة طبعا انت بتاخد وقت على بال ما تتعالج، وبعد كده ترجع تأهيل، فبتاخد وقت، ده كله ده يعني بيبقى انت لو مستواك في حتة كويسة ده كله بينزل من المستوى بتاعك. كل الدول بره ماشية بنظام معين، سيستم معين، كل واحد عارف دوره وعارف شغله. لو احنا مشينا بالنظام ده كل مدرب ماسك المرحلة بتاعته، وكل الدكتور متابع اللعيبة، الدكتور تغذية، النظام عامة والسيستم لو مشي صح مصر هتبقى في حتة تاني ان شاء الله. طبعا ده يبقى لازم شغل على النادي اللي بيلعب فيه، اللعيب، على السبونسر اللي هو يشهر اعلانات في الشوارع طبعا، يعملوا اللعيبة مؤهلة اولمبيات طبعا، يبقى في اعلانات ليهم على التلفزيون، يتابعوا البطولات اللي اللعيبه بتلعبها طبعا، ينزلها اللاعب ده حصل على كذا، اللاعب ده مثلا كان بيلعب النهارده كذا، فبالتالي تبدا هنا من هنا الشهره، وتبدا الناس تعرف الجودو وتعرف الالعاب الفرديه كلها.